للقيام وللتأكيد على ضرورة مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين، ولابد من اتخاذ الإجراءات، ولا تأخذك في الحق لومة لائم، لأنهم يريدون تجويع الشعب والتنكيل به، فلا مجال إلا لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار. الخزائن معروفة، أن لم يرتدعوا فسيطبق عليهم القانون، ولكن أدعو التونسيين والتونسيات إلى أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير تونس من براثن هؤلاء المجرمين.